نلتقي بكم مشاهدينا من جديد في متابعتنا الأخبارية التي نسلط الضوء على أخبار كورونا العالمية وأخبار اللقاحات التي ظهرت نتائجها إيجابية مؤخرا. ونبدأ كعادتنا الحلقة من إحصائيات وزارة الصحة اليومية في البلاد. فقد أعلنت وزارة الصحة اليومية مشاهدينا عن إحصائية الإصابات ب 485 إصابة جديدة بكوفيد 19، ليرتفع بذلك الإجمالي إلى 138,822. أما بالنسبة للحالات التي شفيت ولله الحمد، فقد أعلنت وزارة الصحة عن 587 حالة تشافي، ولله الحمد يرتفع بذلك الإجمالي إلى 130,822. أما مشاهدينا بالنسبة للحالات التي تتلقى الرعاية الصحية في العناية المركزة، فقد وصل عددهم لهذا اليوم 94 حالة. نلاحظ هنا مشاهدينا الانخفاض الشديد في حالات العناية المركزة ولله الحمد. أما بالنسبة لحالات الوفاة مشاهدينا، فقد أعلنت وزارة الصحة لهذا اليوم عن حالتي وفاة بسبب كوفيد 19، ارتفع بذلك الإجمالي إلى 859 حالة وفاة. إنا لله وإنا إليه راجعون وعظم الله أجر ذويهم. إذا مشاهدينا، إجمالي من يتلقون العلاج بكوفيد 19 في البلاد عددهم 7,537 حالة. إذا مشاهدينا، بالنسبة للإحصائية العالمية لإصابات كوفيد 19 حول العالم، فقد تجاوز العدد بإصابات كوفيد 19 حول العالم أكثر من 55,900,000 مصاب بكوفيد 19 حول العالم. أما بالنسبة لحالات التشافي والتعافي، فقد وصلوا إلى 39,000,000 تقريبا حول العالم بنسبة 70%. أما مشاهدينا، بالنسبة لحالات الوفاة حول العالم بسبب كوفيد 19، فقد تجاوزوا 1,300,000 حالة وفاة بنسبة 2%. يواصل فيروس كورونا المسبب لوباء كوفيد 19 الفتك بالبشر في مختلف أنحاء العالم، حتى مع الأخبار الطيبة حول اللقاحات المضادة له التي تزايدت في الأيام الأخيرة. عدد الوفيات اليومية بفيروس كورونا بلغ على مستوى العالم 10,816 حالة أمس، وهو أعلى عدد الوفيات في يوم واحد مع دخول فصل الشتاء في الولايات المتحدة، مركز التفشي في العالم. وكان الرقم القياسي السابق للوفيات اليومية بالمرض سجل في 4 نوفمبر الجاري، وبلغ 10,733 حالة وفاة بحسب إحصاء لرويترز. قبل امتحانات الالتحاق بالجامعة السنوية شديدة التنافسية، بدأت كوريا الجنوبية فترة خاصة للوقاية من فيروس كورونا لمدة أسبوعين، حيث استمرت أعداد الإصابات اليومية في البلاد في الارتفاع. وأثر الارتفاع أعداد حالات كورونا في كوريا المخاوف بين الطلاب وأولياء الأمور قبل امتحان القبول الجامعي السنوي، والذي يلعب دورا كبيرا في تعليم الطلاب وآفاقهم المهنية. وقالت وزارة التربية والتعليم لرويترز أن نحو 500,000 طالب وطالبة في المرحلة الثانوية سيقدمون امتحان هذا العام في 3 ديسمبر. وقالت الوزارة أنها ستكشف مؤقتا عن أسماء أي مدارس التي تعرضت للعدوى خلال هذه الفترة. أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن قلقه من الارتفاع المتزايد لمعدل الوفيات في البلاد جراء فيروس كورونا،
لكنه قال إن الوباء تحت السيطرة. وسجلت روسيا مؤخرا ارتفاعا حادا في الإصابات الجديدة، لكنها لم تصل إلى حد فرض إجراءات صارمة مثل بعض الدول الأوروبية. وأعلن مسؤول الصحة في روسيا الأربعاء إن إجمالي عدد الإصابات بلغ قرابة 2 مليون، ما يضع روسيا في المرتبة الخامسة عالميا من حيث عدد الإصابات. بدأت أستراليا في تطبيق إحدى عمليات الإغلاق الأكثر صرامة جنوب البلاد، وقد منعت التجمعات وحفلات الزفاف والجنازات والجلوس في المطاعم، وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا. وقال نيكولايس بورير كبير مسؤولي الصحة العامة في الصحة بجنوب أستراليا في مؤتمر صحفي إنه لم تكن هناك حالات جديدة اليوم، بينما يوجد 3200 من المخالطين للمصابين في الحجر الصحي بالفعل. وفرضت السلطات الأسترالية إغلاقا لمدة 6 أيام للقضاء على ما وصفه رئيس وزراء الولاية بأنه تفشي جديد للعدوى لمرض فيروس كورونا، الذي ربطه المسؤولون بمسافر عائد من المملكة المتحدة. صوت البرلمان الألماني على نسخة جديدة من قانون الحماية من العدوى، والتي تهدف إلى توفير الدعم القانوني لتدابير مكافحة وباء كورونا. وقال معهد روبرت كوخ إن حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد 19 في ألمانيا ارتفعت إلى ما يزيد عن 833,000 حالة، والوفيات إلى أكثر من 13,000 حالة. ودخلت ألمانيا إغلاقا جزئيا في نوفمبر ردا على الموجة الثانية من كورونا وارتفاع أعداد المصابين. دول أوروبية لا تزال تحت وطأة الوباء، ومؤشر كورونا في ارتفاع، وعادت معها قيود كورونا إلى الواجهة مرة أخرى، وفرض تدابير وقائية صحية صارمة للحد من الموجة الثانية من تفشي العدوى. الدول الأوروبية وكورونا حكاية لم تنتهي. تواصل أوروبا معركتها مع الموجة الثانية من جائحة كوفيد 19، حيث تستمر الحالات المؤكدة حديثا في الزيادة، بينما تفتقر المستشفيات إلى المساحة. أبلغت فرنسا عن أكثر من 28,000 إصابة جديدة بكوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية، مع وصول العدد التراكمي للحالات إلى أكثر من 2 مليون إصابة. واستمر عدد الأشخاص في المستشفيات لكوفيد 19 والحالات الحرجة في الانخفاض، كما فعل المعدل الإيجابي في الأيام السبعة الماضية. جبريل عتال المتحدث باسم الحكومة قال في مؤتمر صحفي أن الحكومة ستعدل الإجراءات للحد من الوباء بعد إغلاق الجولة الثانية حتى 1 ديسمبر، لكنها ستستمر. إسبانيا سجلت نحو 7,000 إصابة بكوفيد 19 خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع الإجمالي فيها إلى 1.5 مليون حالة تقريبا. سلفادور إيليا وزير الصحة في إسبانيا قال أن معدل الإصابة بالمرض وصل إلى حوالي 0.453% في الأيام 14 الماضية، مع ارتفاع حصيلة الوفيات. كما كشفت إيطاليا في بياناتها الرسمية عن تأكيد أكثر من 34,000 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى أكثر من 1,300,000 حالة. وفقدت البلاد حتى الآن أكثر من 47,000 شخصا بسبب كوفيد 19، مع 753 حالة وفاة جديدة يومية. كما حذرت السلطات الصحية في إيطاليا من أن أكثر من 50% من أسرة العناية المركزة في جميع أنحاء البلاد كانت مشغولة، متجاوزة القدرة التحذيرية البالغة 30%. كورونا يغلق مدارس في نيويورك بدءا من اليوم، ويأتي إغلاق المدارس في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الوفيات في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا 250,000 شخص. بينما أعاد المسؤولون في الولاية والمسؤولون المحليون فرض قيود التباعد الاجتماعي في جميع أنحاء البلاد، وشهدت مدينة نيويورك التي كانت في يوم من الأيام بؤرة الوباء في الولايات المتحدة عودة ظهور الفيروس في آخر الخريف بعد فترة هدوء صيفية، وهي تنضم الآن إلى المناطق التعليمية الكبيرة الأخرى مثل بوسطن وديترويت في إلغاء التعلم الشخصي.
قال الرئيس التنفيذي لشركة بايونتيك الألمانية إن المسؤولين الأمريكيين والأوروبيين قد يوافقون على لقاح كورونا تجريبي لشركة بيفايزر وبايونتيك في وقت مبكر من منتصف ديسمبر، وذلك بعد الإعلان عن نتائج التجارب الإيجابية. وفي حديثه إلى رويترز قال الرئيس التنفيذي أرغور شاهين إنه إذا سارت الأمور على ما يرام فمن الممكن أن تمنح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الموافقة على الاستخدام الطارئ بحلول نهاية النصف الأول من ديسمبر أو أوائل النصف الثاني. وأضاف إن الموافقة المشروطة في الاتحاد الأوروبي يمكن أن تتحقق في النصف الثاني من ديسمبر. ومن أخبار اللقاحات التي تبعث الأمل، منها لقاح طورته شركة أسترازينيكا وجامعة أكسفورد في بريطانيا الذي أظهر استجابة مناعية قوية لدى كبار السن، مما يعطي الأمل في أنه قد يحمي بعض الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالمرض. هذا اللقاح كان من بين المرشحين الأوائل في الجهود العالمية لتطوير اللقاحات من الإصابة بفيروس كورونا، لكن شركات الأدوية المنافسة مثل فايزر تقدمت عليه في الأيام الماضية، والتي أظهرت نتائج لقاحاتها نتائج فعالة بنسبة 95%. بعد فرض جائحة كورونا العديد من القيود والإغلاق في أفغانستان، الأمر الذي منع رسامة أفغانية من ممارسة هوايتها وأدخلها في حالة اكتئاب حتى انضمت إلى شركة تهتم بالفنون قبل حوالي شهر، ما ساعدها إلى العودة إلى استخدام الفرشاة مرة أخرى. الرسامة فقيقة سلطاني والتي درست الفن في جامعات في كابول والهند وتعمل أيضا في الأزياء والرسم على الملابس، قالت إن أحياء استخدام المنسوجات التقليدية في أفغانستان وإظهار إبداع البلد الذي مزقته الحرب ومحاولة توفير فرص العمل ومنفذ إبداعي للشباب المتضررين بشدة من الوباء كانت جميعها أهدافا لمؤسسي هذه الشركة الفنية. وفي الختام مشاهدينا، نسمع مؤخرا أخبارا بعثت الأمل فينا من جديد، وهي أخبار اللقاحات ضد كورونا التي ظهرت نتائجها مبشرة، ونحن في انتظارها يجب علينا ألا نتهاون مع هذا الوباء. نستمر في الالتزام في التدابير الوقائية التي بمشيئة الله تعالى تحد من العدوى إلى أن يتوفر اللقاح في البلاد وتعود الحياة إلى طبيعتها بإذن الله تعالى. إلى هنا نستودعكم الله ودمتم بصحة وعافية.